حماسة الإخوة الخاصة في حالة الكوارث الطبيعية في حالة المرور في الحرائق عتاد ضخم في ولاية البويرة وحدائق منتشرة في كل ربوع الولاية الدوائر البلديات العمل الجواري الذي يقومون به أفراد الحماية المدنية والمشكورين تحية للسيد العقيد المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى الهبوري إبراهيم. نعم هذه التحيات الخاصة بالتدخل السريع لإطفاء الحرائق حماية الثروة الغابية التقليل من حوادث المرور وقف علينا نعم لأفراد الحماية المدنية وعلى رأسهم السيد المدير العام ويأتي الزمن الذي الجزائري فرفاقا في المحافل الدولية في المحافل السيارة بيوكل على هذه المدينة على هذه المسافة.